السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا وحبايبنا طلاب تانية ثانوي. بصوا بقى، في الفيديو ده إن شاء الله هنشرح ونراجع ونفرم كل الأفكار الخاصة بأول درس في الأحياء اللي هو التغذية، أنواع التغذية عامة، يعني التغذية الذاتية. فأنا بقالي ساعتين كده بجهز لكم في البي دي اف الجامد آخر حاجة ده، عشان خاطر يعني لميت لكم كل الأفكار وكل الكلام إن شاء الله اللي هنفرم فيه الدرس ده، يعني ان شاء الله في اقل من ساعة. طيب مبدئيا كده انا عندي انواع التغذية نوعين، في تغذية ذاتية وفي تغذية غير ذاتية. طب ايه هي التغذية الذاتية؟ قال لك التغذية الذاتية دي هي التغذية التي تقوم بها الكائنات ذاتية التغذية. شكرا على التعريف وشكرا على المعلومة الجديدة اللي انت ضفتها عنه. طيب هي مين بقى الكائنات اللي هي ذاتية التغذية؟ قال لك هي الكائنات اللي بيمكنها صناعة غذائها بنفسها، هي بتصنع غذائها بنفسها داخل خلايا أجسامها. طيب هي مين بقى بالتحديد؟ النباتات الخضراء وبعض أنواع البكتيريا. خلي بالك أنا بقول النباتات الخضراء، يعني لما أجي أقول لك جميع أنواع النباتات ذاتية التغذية صح ولا غلط، تقول لي غلط، النباتات الخضراء بس. ليه؟ لأن أنا هاخد بعد كده إن في معايا نباتات تانية غير ذاتية التغذية، زي مين؟ زي الحمول وزي الهلوك، دي نباتات على فكرة والله، ومع ذلك غير ذاتية التغذية. فلما اجي اقول لك مين هو ذات التغذية تقول لي النباتات الخضر، انما جميع انواع النباتات لا. طيب وبعض انواع البكتيريا برضو، مش كل انواع البكتيريا، ده بعض انواع البكتيريا. ليه؟ لان انا عندي هاخد بعد كده حاجة اسمها بكتيريا رومية، البكتيريا الرومية دي كائنات مترممة، يعني غير ذاتية التغذية. يبقى انا خلي بالي اول معلومتين معايا هم الكائنات ذاتية التغذية هي الكائنات اللي بتصنع غذائها بنفسها، زي مين؟ النباتات الخضراء، مش كل النباتات. طيب وبعد انواع البكتيريا، مش كل البكتيريا. طيب هي الكائنات دي بتصنع غذائها بنفسها ازاي؟ عن طريق انها بتاخد شوية مواد بسيطة تعمل شوية تفاعلات جواها وتطلع لي مواد ايه؟ معقدة. يعني كده المواد اللي بتاخدها ديت ايه صفاتها؟ صفاتها ان هي بتكون بسيطة. بسيطة في ايه؟ بسيطة في تركيبها، بسيطة في تركيبها. طيب وكمان، طب هي عضوية ولا غير عضوية؟ لا غير عضوية، المواد اللي بتاخدها غير عضوية، غير عضوية. طيب الطاقة بتاعتها ايه؟ الطاقة بتاعتها منخفضة، طاقتها منخفضة. طيب زي مين؟ زي عندك المية، المية عضوية ولا غير عضوية؟ غير عضوية. طيب تركيبها عامل ايه؟ تركيبها بسيطة، ده ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين. طب طاقتها عاملة ايه؟ طاقتها منخفضة. طيب بتدخلها في شوية تفاعلات اسمها البناء الضوئي، مجموعة من التفاعلات كده هندرسها ان شاء الله في الدرس التاني. احنا كده كده اصلا في مراجعة يا جماعة، يعني مش شرح، فاحنا عارفين التفاعلات دي اللي هي البناء الضوئي. طيب زي مين؟ زي المية والأملاح، المية والأملاح بتدخلهم في شوية تفاعلات كده، وبعد كده بتطلع لي ايه؟ بتطلع لي بقى مواد تانية. تركيبها عامل ايه؟ نعكس بقى، يعني نعكس الكلام ده كده، تركيبها عامل ايه؟ تركيبها بيكون معقد. طيب عضوية ولا غير عضوية؟ عضوية. تمام طاقتها عاملة ايه؟ طاقتها بتكون عالية، طاقتها بتكون عالية. طيب زي مين؟ زي عند الجلوكوز. هو الجلوكوز عضو ولا غير عضوي؟ لا عضوي. تركيبه عامل ايه؟ ده عبارة عن C6H12O6، يعني تركيبه معقد بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمية. طيب طاقته بتبقى عاملة ايه؟ طاقته طبعا بتكون عالية. يبقى لما اقول لك ايه هي خصائص المواد اللي بيمتصها النبات، هتقول لي والله خصائصها تركيبها بسيط غير عضويه طاقتها منخفضه. طب ايه خصائص المواد اللي بيبنيها النبات؟ هتقول لي تركيبها معقد ومواد عضويه وطاقتها بتكون عاليه. تمام يبقى مبدئيا، او نلم الكلمتين دول كده بسرعه، انا عندي التغذيه الذاتيه هي التغذيه اللي بتقوم بها الكائنات ملأ ذاتيه التغذيه. يعني ايه الكائنات ذاتيه التغذيه؟ يعني بتصنع غذائها بنفسها، زي مين؟ زي النباتات الخضراء وبعض انواع البكتيريا. النباتات الخضراء مش كل انواع النباتات. بتعمل ايه؟ بتاخد شويه مواد كده صغيره زي الميه والاملاح، بسيطه في تركيبها، غير عضويه وطاقتها بتكون قليله، بتدخلهم في شويه تفاعلات اسمها البناء الضوئي، طبعا بالمساعده بالضوء، وكمان بتاخد ثاني اكسيد الكربون اهو. ثاني اكسيد الكربون برضو تركيبه بسيط غير عضوي وطاقته بتكون قليله، فبتدخلهم في شويه تفاعلات وتطلع لي الجلوكوز. والجلوكوز ده طبعا من الكربوهيدرات اللي انا بستخدمه بعد كده عشان ابني بيه البروتينات وابني بيه الدهون. تمام فتبقى كل المكونات دي بتكون معقده عضويه طاقتها بتكون عاليه. كده خلصنا النوع الاول من التغذيه. تعال ناخد نبذه برضو عن التغذيه الثانيه اللي هي التغذيه غير الذاتيه. التغذيه غير الذاتيه هي التغذيه التي تقوم بها الكائنات مش محتاجه حاجه غير ذاتيه التغذيه، ماشي، بتحصل على الغذاء بالتغذي، يعني بتتغذى على كائنات تانية.
سواء كانت بقى نباتات او كائنات تانية زي الحيوانات. طيب، وفي منها 3 انواع. اول نوع اللي هو غير ذاتية عضوية، او خلي بالك لها اسم تاني اسمه حيوانية غير ذاتية عضوية، او ممكن اقول لك غير ذاتية حيوانية. ماشي، خلي بالنا باللعب بالالفاظ عشان في اسئلة بيبقى فيها لعب في الالفاظ كده. هقول لك غير ذاتية ايه؟ حيوانية، زي مين ومين ومين؟ زي اكلات اللحوم واكلات العشب وخليطة التغذية. اهي برضو خليطة التغذية ممكن اقول عليها متنوعة، متنوعة الايه؟ التغذية. يبقى تاني، انا عندي الكائنات غير ذاتية التغذية 3 انواع: غير ذاتية تغذية عضوية او خليطة، غير ذاتية تغذية طفيلية يعني بتتطفل، وغير ذاتية رمية، رمية الايه؟ التغذية. نمسك اول نوع وهو العضوي او الحيواني. بيكون في عندي اكلات اللحوم، اي حاجه بتاكل لحم زي الاسد، النمر، الكلب، القطه، الكلام ده كله. طيب اكلات العشب زي البقره، الحصان، الحمار، المعزه، كل ده بيكون اكلات الايه؟ العشب. طيب خليطه الايه؟ التغذيه، او متنوعه التغذيه، زي اللي ما بيعتقش حاجه، ما بيعديش حاجه، مين؟ طبعا الانسان، وبرده في كلاب وقطط والكلام ده كله بتكون متنوعه في الغذاء. طيب كلام جميل لحد هنا، كلام جميل. ممكن يقول لك بقى ايه؟ قول لي كده خصائص المواد اللي بيحصل عليها الكائنات خليطة التغذية. لا، ساعتها بقى تقول لي كائنات خليطة التغذية بغير ذاتية التغذية يعني بتاخد غذائها جاهز، الغذاء اللي هي بتاخده في صورة جاهزة، صورة جاهزة اللي هو مين يعني؟ اللي هو بيكون المركبات بقى المعقدة وعالية الطاقة وبتكون عضوية. يعني الكائنات سواء كانت أي كائن عامة غير ذاتية التغذية بيحصل على غذائه في صورة جاهزة. يعني إيه كلمة صورة جاهزة؟ يعني بيكون معقد او معقد في التركيب، الطاقه بتاعته بتكون عاليه، تمام، وكمان بيكون عضوي. دي مين بقى؟ صفات الغذاء اللي بتحصل على الكائنات غير ذاتيه التغذيه. عشان ممكن يجي يسالك اي سؤال بقى، اي سؤال يقول لك الحمول، الهلوك، البلهارسيا، البكتيريا الروميه، عفن الخبز، الحمار، الحصان، المواد اللي بياخدها صفاتها ايه؟ هتقول لي صفاتها معقده، طاقتها عاليه، عضويه. ممكن يقول لك كل الاختيارات التالية، سؤال بقى اختياري كده حلو، يقول لك كل الاختيارات التالية تمثل صفات المواد، او صفات ال ال اه صفات المواد اللي بيحصل عليها مثلا الكائن اللي هو الغزال. ماشي، ويحط لك شوية اختيارات، يقول لك معقدة، طاقتها عالية، عضوية وغير عضوية. طبعا انت تروح تختار مين؟ ما تختارش اي حاجة من الثلاثة التانية، تختار غير عضوية. ليه؟ لأنه هو بياخد ال3 حاجات دي، المعقد والطاقة العالية والعضوي. طيب الكائنات الطفيلية، ندخل بقى النقطة التانية. الكائنات الطفيلية بتعيش، الكائنات الطفيلية على سطح كائن حي. خلي بالك برضو الكائن التاني ده بيبقى اسمه العائل، بيبقى اسمه ليه؟ العائل. يعني يجي الكائن الطفيلي ده بيبقى هو اسمه متطفل، وهو الايه؟ بيعيش على كائن تاني اسمه العائل. زي خلي بالك في دودة كان اسمها دودة العلق، الدودة دي بيحطها على جلد كده شخص يعني بتمتص منه الدم، وطبعا العلق ده اسمه حتى العلق الطبي، تمام. الإنسان ده بيبقى هو ايه؟ العائل بتاعه. زي مثلا عند البلهارسيا، البلهارسيا زي دودة مثلا اسمها الاسكارس، الاسكارس دي بتعيش جوه القناة الهضمية بتاعة الإنسان، فيبقى الإنسان هو العائل بتاع الاسكارس، والبلهارسيا الإنسان هو العائل بتاع الاسكارس. عندي حاجة اسمها برضو بلازموديوم الملاريا، بلازموديوم الملاريا ده برضو بيكون كائن متطفل على الانسان. حاجه اسمها التريبانوسوما، التريبانوسوما اللي بتسبب مرض النوم خدناها في السنه اولى، تمام، ده برضو بيكون متطفل. طيب بالنسبه للنباتات المتطفله عند الحمول وعند الهلوك، بيتطفل على النبات، فيبقى النبات اللي عنده جدر مثلا لو تطفل على نبات زي الذره او الملوخيه، النبات اللي عنده جدر بيبقى اسمه العائل، انما الهلوك والحمول ده بيبقى اسمه المتطفل، ونخلي بالنا بيسبب له مرض. يعني الحمولة او الهلوك او البلهارسيا عامة او التربانوسوما او البلازموديوم الملاريا او الاسكاريس، كل دي كائنات متطفلة بتسبب مرض، بتسبب ايه؟ مرض. طيب الكائنات الرمية، ونخلي بالنا الطفيل او التطفل هو انه بيعيش على كائن حي، على عكس مين بقى؟ الرمي. الكائن الرمي ده بيعيش على كائن ميت بيحلله. فيقول لك هنا الكائنات الرمية، كائنات رمية التغذية هي كائنات تحصل على مغذياتها بشكل أساسي عن طريق امتصاص المواد المتحللة. مواد متحللة دي يعني كلمة متحللة يعني بتجيبها من كائن تاني ميت. يبقى نميز ما بين كلمة الطفيلي والرمي، الطفيل ده بياخد غذائه من كائن حي، لكن الرمي بياخد غذائه من كائن ميت. زي مين؟ زي البكتيريا الرمية، زي عفن الخبز، زي حاجة مثلا اسمها عيش الغراب، عيش الغراب اللي بيجيب لك صورته مثلا كده، بتلاقيه عامل بالشكل ده كده.
ده كده بيكون ايه؟ عيش الغراب. دي كلها كائنات بتاخد غذائها عن طريق امتصاص المواد المتحللة، يعني بتاخد غذائها من كائن ميت. طيب نيجي بعد كده نشوف التغذية الذاتية في النباتات الخضراء. احنا هنتكلم عن حاجتين في الدرس ده، امتصاص الماء والأملاح، وده بيحصل عن طريق الجذور. فهندرس الأول تركيب الشعيرة الجذرية، هنراجع عليها تركيب الشعيرة الجذرية، وبعد كده هندخل على البناء الضوئي وندرس الأول تركيب الورق، وبعد كده ندخل على البناء الضوئي. ده هيكون الدرس الايه؟ الدرس الثاني. فالدرس الأول إن شاء الله هندرس المية والأملاح المعدنية. وطبعا لو عجبكم الفيديو وفكرة المراجعة، يا ريت يعني لايك، تشاركوا الفيديو مع أصحابكم، تكتبوا لي تعليق كويس عشان تشجعوني ان انا اكمل فكرة المراجعة دي ان شاء الله معاكم المنهج كله بالكامل. وبرضه علشان تحفزوني ان انا اكون معاكم ان شاء الله برضه السنة الجاية في سنة تالتة. تمام. فالتغذية الذاتية في النباتات الخضراء هندرسها على مرحلتين. أول مرحلة هي امتصاص المية والأملاح المعدنية، وطبعا اللي بيمتص المية والأملاح المعدنية هو الجدر. فندرس الأول تركيب الجدر، والنوع التاني أو القسم التاني هيكون البناء الضوئي، ده بيحصل في الورقة، وهندرس الأول تركيب الورقة. طيب يا جماعة، أنا عندي دلوقتي دي كده الشعيرة، شكل الشعيرة الجذرية اهيت هنا، هو بقول لك ده كده الشعيرة الجذرية. أول حاجة تركيب الشعيرة الجذرية. الشعيرة الجذرية عبارة عن امتداد لخلية واحدة من خلايا الطبقة الوبرية. إيه الطبقة الوبرية؟ اسمها طبقة البشرة. يعني بص، أنا بيكون معايا دي كده مثلا حبيبات التربة اهيت. طيب حبيبات التربة لو جيت تبص كده معايا، هنقول إن دي كده دي خلايا اسمها خلايا الطبقة الوبرية، خلايا الطبقة الوبرية اللي اسمها خلايا البشرة. طيب تمام، كبر بس الخط شوية شوية، نخليه 2. تمام، دي خلايا الطبقة الايه؟ الوبرية. بنيجي عند خلية منهم كده، أو الطبقة الوبرية. الطبقة الوبرية تمام، أو بنقول عليها البشرة. بنيجي عند خلية منهم كده ويحصل لها امتداد للخارج. اللي حصل لها امتداد للخارج دهيت هي مين بقى؟ هي الشعيرة الجذرية. دي كده شعيرة جذرية. خلي بالك بقى، أنا عندي اللي جوه دي اسمها القشرة، يعني دي كده خلايا القشرة. طيب احنا خدنا بقى خلية اهيت، دي كده اسمها الشعيرة الايه؟ الجذرية. فنشوف تركيبها، فقال لك هي عبارة عن امتداد لخلية واحدة من خلايا البشرة، أو الطبقة الايه؟ أو الطبقة الوبرية. أهي حبيبات التربة اهيت، دي كده خلايا البشرة، دي كده خلية ودي كده خلية ودي كده خلية. جينا عند خلية مرة واحدة وحصل لها امتداد للخارج اهي، اللي حصل لها امتداد ده اسمها الشعيرة الجذرية، امتداد لخلية واحدة من خلايا الطبقة الوبرية. طيب الطبقة التانية اسمها طبقة الايه؟ القشرة. طيب ايه تاني من خصائصها؟ بتبطن من الداخل بطبقة رقيقة من السيتوبلازم، طولها بيكون حوالي 4 مللي، يعني طولها صغير مش كبير، لان اسمها شعيرة. كلمة شعيرة تصغير شعرة، يعني عارف الشعراية دي بقى تصغير اصغر منها، اسمها شعيرة جذرية. فطولها مش كبير، طولها بيكون 4 مللي، عمرها بضعة أيام أو أسابيع، وبيتم تجديدها بعد كده من منطقة اسمها منطقة الاستطالة. ما تقلقش جايبها لك معايا، منطقة الاستطالة هشرحها لك دلوقتي. طيب طبعا الشعيرة الجذرية دي وظيفتها امتصاص الماء والأملاح، بتمتص المية والأملاح. طيب انا عايزك تتخيل كده ان شعيره جذريه او وظيفه امتصاص الماء والاملاح دي زي نظام، هي وظيفه. فاحنا هنبتدي ان احنا نعمل عرض للوظيفه دي، فحد هيجي يقدم على الوظيفه. طب فطبعا هنعمل انترفيو ومقابله، نشوف هو مناسب للوظيفه ولا مش مناسب للوظيفه. فالوظيفه بتاعتنا هي امتصاص الميه والاملاح، وفي حد جاي يقدم على الوظيفه دي اللي هو مين؟ الشعيره الجذريه. فاحنا هنشوف الشعيره الجذريه دي ملائمه للوظيفه ولا مش ملائمه للوظيفه. فنروح نسالها، يا شعيره جذريه، انت الجدار بتاعك ده رفيع ولا مش رفيع؟ تقول انا عندي جدار خلوي رقيق. جدار خلوي رقيق هو دي اصلا، ده عز الطلب، ده عز الطلب. الجدار بتاعها بيكون خلوي ورقيق ليه؟ عشان يسمح بالتبادل طبعا، لدخول المواد وخروج المواد بسهوله جدا، لان الجدار ده لو كان غليظ ساعتها مش هيسمح بتبادل او بدخول وخروج المواد. فيجيب لك سؤال على الحته دي، ويجيب لك مثلا دي كده شكل شعيره جذريه، ودي كده شكل شعيره جذريه، ويجيب لك الشعيره دي ويخلي الجدار بتاعها سميك، ويقول لك مين من الاثنين دول هيقدر ان هو يمتص ميه اكتر. طبعا اللي بيكون الجدار بتاعها رقيق هي اللي هتمتص ميه أكتر. طيب يا شعيرة جذرية، أنت عندك
طبعا هي هتمتص الميه تحطها فين؟ جوه بيكون في حاجه عضيه كده اسمه الفجوه العصاريه، وبالتالي انا لازم يكون عندها فجوه عصاريه كبيره الحجم، كبيره الحجم عشان تقدر ان هي تمتص فيها الميه، وكمان يكون تركيزها عالي، تركيزها يكون ايه عالي. ولما نيجي لحته الخصيه اللي اسمه زي هشرح لك الحته دي كويس قوي. يبقى تحتوي خلايا الشعيرات الجذريه على فجوه عصاريه كبيره عشان تمتص فيها الميه، وكمان يكون تركيزها عالي. طيب ثالث حاجه، الشعيره الجذريه بتحتوي على الكثير من الميتوكوندريا. ليه الميتوكوندريا؟ لان وظيفه الميتوكوندريا انها بتوفر لي حاجه اسمها الاي تي بي، اللي هي عمله الطاقه، الفلوس اللي انا استخدمها. ليه؟ لان انا عندي ساعات او من ضمن الخصائص اللي همتص بيها الاملاح حاجه اسمها النقل النشط. والنقل النشط ده بيكون عكس التدرج في التركيز، يعني عكس القانون، فهحتاج له رشوه. الرشوه اللي هي مين؟ الاي تي بي. مين اللي يوفر لي الاي تي بي؟ الميتوكوندريا. وبالتالي لازم يكون فيها عدد كبير من الميتوكوندريا عشان توفر لي كميه كبيره من الاي تي بي عشان اقدر امتص الاملاح بخاصيه اسمها النقل النشط. طيب عددها كتير علشان تزود مساحه سطح الايه؟ السطح الامتصاص. لازم يكون عددها كتير. تيجي تبص كده على الجدر اهوت، تلاقي فيه كل ما يكون الجدر عدد الشعيرات اللي فيه كتير يبقى يمتص ميه بكميه كبيره. فلو جبت لك نبات مثلا في 1 2 3 4 ونبات تاني في 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وهكذا، واقول لك مين فيهم اللي يمتص ميه اكتر، طبعا اللي بيكون عدده كتير، اللي بيكون عدده كتير هو اللي بيقدر ان هو يمتص كميه كبيره من الميه. بتفرز ماده لزجه. الماده اللزجه دي بتساعدها على التغلغل ما بين حبيبات التربه، تقعد تفرز ماده لزجه كده علشان تقدر ان هي تتغلغل ما بين حبيبات التربه. وخلي بالك في علاقه عكسيه ما بين الماده اللزجه وعمر مين؟ وعمر الشعيره الجذريه. بمعنى كل ما تفرز ماده لزجه اكتر، لزجه كل ما تزود في الماده اللزجه اكتر، ده بيقلل الاحتكاك ما بينها وما بين حبيبات التربه، وبالتالي تبقى علاقه طرديه مش عكسيه. بيزود من ايه؟ بيزود من العمر بتاعها، يعني بيمنع تمزقها، بيمنع تمزقها. انا عندي عمرها بضعه ايام وبضعه اسابيع، فانا عندي الماده اللزجه دهيت لما بتفرزها بكميه كبيره بتقلل الاحتكاك ما بين الشعيره الجذريه وما بين حبيبات التربه، وبالتالي بتقلل التمزق بتاع التمزق للشعيره الجذريه. وكمان بتعمل على نمو النبات، نمو النبات، وكمان بتعمل على تثبيت النبات. ليه بتثبت النبات وليه بتعمل على نمو؟ لان طبعا انا عندي الجدر كل شويه بيطول من فوق، قصدي النبات كل شويه عمال يطول، طب انا لازم اثبته من تحت. طب اثبته ازاي؟ بالشعيره الجذريه، وبالتالي لازم الشعيره الجذريه تتغلغل وتنزل تحت في التربه اكتر عشان اقدر اثبت النبات. زي كأن انا ببني عماره كده، العماره لازم يكون ليها اساس قوي. فهو هي الماده اللزجه دي هي اللي بتساعد الشعيره الجذريه على التغلغل ما بين حبيبات التربه، وبتقلل التمزق طبعا ايه؟ تمزق حبيبات التربه. هنا جايب لك فجوه عصاريه اهيت على شكل قلب، يعني عشان يقول لك انها كبيره خالص اهيت. فجوه عصاريه كبيره والتركيز فيها بيكون عالي، يعني بيكون فيها املاح اكتر. املاح اكتر من مين؟ اكتر من التربه، لان الميه بتحب الملح الكتير، فتقدر ان هي تمتص ايه؟ ميه. كل ما يكون تركيزها عالي كل ما تقدر ان هي تمتص ميه اكتر، لان الميه بتحب الملح الكتير، وهنشرحها اكتر في حته الايه؟ الخاصيه الاسموزيه. طيب حبيبات التربه وعمر الشعيره الجذريه. هاجي لو قلت لك مثلا في حبيبات تربه زي حبيبات كبيره كده، وفي حبيبات تربه صغيره اهيت. تفتكر التربة الشعيرة الجذرية تتمزق أكتر لما تكون في حبيبات كبيرة ولا تتمزق أكتر لما تكون في حبيبات صغيرة؟ بص هنا كده، لو دي شعيرة جذرية مثلا باللون الأحمر ده كده، هتمشي في حبيبات التربة دي. شايف المسافة اللي هي مشيتها؟ هي احتكت بكام حباية؟ احتكت بواحد اتنين تلاتة. طب تعالى مشي لي كده نفس المسافة، بص كده احتكت بواحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، وبالتالي هنا الاحتكاك ايه؟ الاحتكاك عالي، لكن هنا الاحتكاك قليل، وبالتالي هنا التمزق هيكون عالي. التمزق هيكون ايه؟ هيكون عالي، لكن هنا التمزق هيكون ايه؟ هيكون قليل. طيب هي لما بتتمزق ايه اللي بيحصل لها؟ بتتجدد، يبقى التجدد هيكون برضو مستمر، لكن هنا التجدد هيكون قليل.
يبقى نميز، عشان ده سؤال كويس جدا. يقول لك انا لو معايا مثلا تربة الحبيبات فيها كبيرة وتربة تانية الحبيبات فيها صغيرة، مين اللي هيكون فيه معدل احتكاك اكتر؟ التربة اللي بيكون الحبيبات فيها صغيرة. مين اللي هيكون فيه تمزق عالي؟ التربة الصغيرة اللي فيها حبيبات صغيرة. مين اللي هيكون فيه تجدد مستمر؟ التربة برضه اللي فيها حبيبات صغيرة. تمام، لان طبعا الاحتكاك بيؤدي الى التمزق، والتمزق بيؤدي الى التجدد. التجدد منين بقى؟ التجدد من منطقه اسمها منطقه الاستطاله. ما احنا لو ركزنا في الجدر نلاحظ ان الجدر ده بيتكون من 3 مناطق. اول منطقه بيكون فيها الشعيرات الجذريه، اسمها منطقه الشعيرات الجذريه، منطقه الشعيرات الجذريه. طيب تاني منطقه اسمها منطقة الاستطالة، هي دي المنطقة اللي بتجدد منها حبيبات، اللي بتجدد منها الشعيرات الجذرية. ليه؟ لأن أنت كل ما تيجي تنزل لتحت كده الشعيرات بتتمزق هنا وتبدأ إنها تتجدد من هنا، تتمزق هنا وتبدأ إنها تتجدد من هنا، تتمزق هنا وتبدأ إنها تتجدد من هنا. طيب المنطقة الثالثة أو الأخيرة اسمها منطقة الانقسام الخلوي. خلايا بتنقسم عشان تديني خليتين خليتين وتبدأ إن هي تطول لتحت، والحتة دي بالتحديد كده اسمها القولونسوا. هنا بيقول لك ذروة الميريستيم، يعني نسيج مقسوم. النسيج بينقسم بسرعة، نسيج بينقسم سريع الانقسام. يبقى انا عندي الشعيرة الجذرية او الجذر عامة بينقسم الى 3 مناطق. منطقة الشعيرات الجذرية هي اللي بيكون فيها الشعيرات الجذرية، وخلي بالك التمزق، يعني تمزق الشعيرة الجذرية بيكون اولا في المنطقة دي. يعني لو جبت لك 3 مناطق قلت لك دي 1 2 ودي 3، الشعيرات الجذرية بتتمزق فين؟ بتتمزق في منطقة الشعيرات الجذرية. طب بتتجدد منين؟ بتتجدد من منطقة الاستطالة. وكده فهمنا الفرق ما بين حبيبات التربة وعمر الشعيرة الجذرية، يعني العلاقة ما بين حبيبات التربة وعمر الشعيرة الجذرية. طيب نيجي بعد كده نشرح الخاصية الأسموزية. ركز كده، الخاصية الأسموزية هي عبارة عن انتقال الماء، انتقال الايه؟ الماء. وتشد لي حوالي 10 خطوط تحت كلمة انتقال المية. المية بس هي اللي بتنتقل في الخاصية الأسموزية. بتنتقل منين؟ بتنتقل من الملح القليل للملح الكتير. يعني تقدر تقول لي كلمتين، هما كلمتين صغيرين، الماء يحب الملح الكتير، المية تحب الملح الكتير، أو تحب السكر الكتير. يبقى تحب الملح الكتير أو تحب السكر الكتير. يبقى مثلا يعني لو أنا معايا، نفترض إن دي كده خلية. تمام، الخلية دي بيكون جواها فجوة عصارية، الفجوة العصارية بيكون جواها محلول. كلمة محلول ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مذيب زائد مذاب. ماشي، طيب مين المذيب؟ دايما المذيب ده بيكون المية، المذيب ده بيكون ماء، لكن المذاب ده بيكون مثلا أملاح، سكريات، أي حاجة، أي حاجة دايبة في المية. يبقى أي محلول بيتكون من مذيب زائد مذاب، وإن المذيب اللي هو المية، والمذاب اللي هو الأملاح والسكريات. ودايما كلمة التركيز، التركيز دي بيبقى قصدي على تركيز المذاب ده، يعني كلمة التركيز ده هي بيبقى قصده على مين؟ على المذاب. فلو جيت مثلا قلت لك أنا معايا خلية الفجوة العصارية اللي جواها، ونفترض التركيز كام؟ 8%. يبقى كده بيكون فيها ملح 8%. طيب أنا معايا مثلا خلية تانية التركيز بيكون فيها، ونفترض يعني 10%، يبقى كده الملح بيكون كام؟ يبقى كده ملح 10%. طيب لو انا قلت لك ان دي خليه اكس ودي مثلا خليه واي، وحطيت لك في الاختيارات قلت لك طبعا في غشاء شبه منفذ، لان الخاصيه الاسموزيه هي انتقال الماء من الوسط اللي بيكون فيه ملح قليل للملح الكتير، بيكون غشاء ماله شبه منفذ، غشاء شبه منفذ. طيب فجيت اقول لك دلوقتي، هي الميه تنتقل من الاكس ولا من الواي، ولا الميه بتنتقل من الواي للاكس، ولا الملح هو اللي بينتقل من الاكس للواي، ولا الملح بينتقل من الواي للاكس؟ قلت لك بص مين اللي بينتقل؟ الميه. الميه هي اللي تنتقل، الميه هي اللي بتنتقل. طب الميه تروح فين؟ الميه تحب الملح الكتير. هنا 8% ملح، وهنا 10% ملح، يبقى الميه تحب ليه؟ الملح الكتير تروح لل 10%، تنتقل الميه لل 10%. طيب ايه السبب في كده؟ السبب ان في ضغط اسمه الضغط الاسموزي. يبقى السبب اصلا في انتقال الماء هو الضغط الايه؟ الضغط الاسموزي. طب ايه هو الضغط الاسموزي؟ باختصار كده الضغط الاسموزي هو ضغط الشفط. الشفط يعني قلت لك ايه الضغط الاسموزي؟ تعمل لي بقك كده كانك بتشفط ميه، الضغط اللي بيشفط الميه. الضغط الاسموزي ده هو يعني الضغط اللي بيكون ناشئ نتيجه فرق المذاب، فرق الذائبات، فرق الحاجات اللي دايبه. يعني هنا 8% وهنا 10%، فحصل فيه فرق، يبقى تولد ضغط. الضغط ده اسمه ضغط الشفط.
طب مين اللي هيشفط اكتر؟ تعالى كده تخيل معايا ان انت كلت طبق سلطه فيه 8 معالق ملح اهو، واخوك مثلا كل طبق سلطه فيه 10 معالق ملح، مين يشرب ميه اكتر؟ اللي يشرب ميه اكتر، اللي كل معالق ملح اكتر، او اللي بيكون فيه ملح اكتر. يعني انا دلوقتي مثلا، عشان كده يقول لك ايه، ما تاكلش ملح كتير او اكل فيه ملح كتير، وما تاكلش سكريات كتير. ليه؟ لان انت لو كلت ملح كتير او كلت سكر كتير هتعطش، يعني هتحتاج ان انت تشفط ميه كتير او تشرب ميه كتير. وبالتالي كده لو جيت اعمل علاقه ما بين التركيزات، التركيز يعني الملح او السكر، كل ما بزود في التركيز اللي يحصل لضغط الشفط اللي هو ضغط الاسموزي، اللي يحصل لضغط الاسموزي، ضغط الاسموزي يزيد. يبقى العلاقه طرديه، كل ما بزود التركيز كل ما زود ضغط الشفط او ضغط الايه، الضغط الاسموزي. طيب مين هنا اللي هيكون الضغط الاسموزي اعلى، 8% ولا 10%؟ طبعا هتكون 10%، فتشفط هي اكتر. يبقى 10% يشفط اكتر، يبقى ياخد الميه من مين؟ من ال 8%. وبالتالي كده انا كل ما ازود في التركيزات ازود في الضغط الاسموزي، يبقى اشفط الميه. طيب لو جبت لك مثلا، ونفترض 3 خلايا كده، خليه مثلا اهيت، خليه وخليه، دي 8% ودي 10% ودي 7%، الميه هتنتقل ازاي؟ الميه بتحب الملح ليه؟ الكتير. فالميه تسيب السبعه وتروح للثمانيه، وتسيب الثمانيه وتروح للعشره، وتسيب السبعه وتروح للعشره. يبقى كده ده اتجاه انتقال الايه؟ الميه. طيب بالنسبه برضو يعني من ضمن الافكار الكويسه، لو انا جبت لك مثلا ورده كده، او ورده، الناس لما يبقى معاهم مثلا ورده وعايزين يحافظوا عليها بيحطوها في ايه؟ بيروح يقول لك انا هحطها في ميه بملح، ميه بايه؟ بملح، يعني فيها ملح كتير، او يقول لك انا هحطها في ميه بسكر. يعني في ناس تقول لك انا هحطها في ميه بملح، وفي ناس تقول انا هحطها بملح ميه بايه؟ بسكر. طيب لما انت تيجي تحط لي الورده دي في ميه بملح، معنى كده ان هيكون في ملح كتير او سكر كتير، الميه تحب الايه؟ الملح الكتير. فالميه تسيب الورده وتبتدي انها تروح للسكر هيت، او تروح للملح، وايه اللي يحصل؟ تذبل وتموت. يعني فكره ان انا اجيب الورده او اجيب اي شجره ورد او اي شجره عامه واحطها في ميه بملح او ميه سكر، دي فكره غلط. انا كده باخد منها اصلا الميه اللي فيها، لان الميه بتحب الملح الكتير والسكر الكتير. طيب انا دلوقتي برضه في فكره كمان، لو جبت لك مثلا ماء مقطر، يعني حله ميه او اي حاجه كده فيها ماء مقطر. كلمه ماء مقطر يعني 0% ملح، 0% ملح، ورحت جاي حطيت لك فيها خليه نباتيه. تعرف يعني ايه خليه نباتيه؟ يعني بيكون عندها جدار اهي كده، خليه نباتيه، نباتيه بيكون عندها ايه؟ جدار، وكمان بيكون عندها غشاء، في غشاء اهو. طب لو جيت بقى حطيت لك خليه كمان تانية، خليه حيوانيه زي كره دم حمراء مثلا، دي كده خليه حيوانيه. طيب ايه اللي هيحصل للخليه النباتيه وايه اللي هيحصل للخليه الحيوانيه؟ بص كده، اللي هيحصل في الخلية النباتية إن المية بتحب الملح الكتير، هنا صفر ملح، هنا صفر إيه؟ ملح، لكن هنا على الأقل في 1%، وهنا على الأقل خالص في 1%، فالمية بتحب الإيه؟ الملح الكتير، فتدخل الخلية، تدخل لدي وكمان تدخل لدي، بس الخلية النباتية بيكون عندها جدار يحميها، جدار إيه؟ يحميها، وبالتالي هتقعد تنتفخ، هتنتفخ بس، يبقى الخلية النباتية دي اللي يحصل لها تنتفخ. لكن تعرف الحيوانات ديت ما عندهاش جدار يحميها، مفيش جدار يحميها، وبالتالي ايه اللي يحصل؟ هتنتفخ ثم تنفجر، تنفجر. طيب من ضمن الافكار الكويسه برضو في الخاصيه الاسموزيه، لو انا جبت لك مثلا، جبت حته بطاطسايه كده، بص هجيب حته حت 3 حتت بطاطسايه نفس قد بعض بالظبط، 3 حتت خلايا نباتيه، هيقول لك بطاطسايه، المهم انها خلايا ايه؟ نباتيه، وحطيتهم في 3 محاليل، المحلول 1، المحلول 2، المحلول 3، وسبتهم ساعتين. البطاطساية اللي اتحطت في المحلول 1 حجمها كبر، والبطاطساية اللي اتحطت في 2 فضلت زي ما هي، البطاطساية اللي في 3 حجمها بقى صغير خالص. أنا عايز أشوف تركيزات بقى المحاليل دي، تركيزات المحاليل بالترتيب، عايز أرتب لي ترتيب تصاعدي، تصاعدي يعني من الصغير للكبير. مين اللي هيكون أقل تركيز للمحلول؟ مين اللي هيكون اقل تركيز للمحلول، او المحلول اللي اقل تركيز في بدايه التجربه؟ بص كده، انا في 1 هنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الميه سابت المحلول ودخلت للخليه، عشان كده الخليه حجمها كبر، يبقى كده تركيزه ماله؟ تركيزه قليل. انما هنا 2 فضلت زي ما هي، يبقى تركيزه بيساوي تركيز البطاطساي. طيب هنا الميه سابت البطاطسايه او الخليه النباتيه وراحت للمحلول، يبقى كده تركيز المحلول ده ايه؟ عالي.
يبقى لو هجيب ترتيب صعود من الصغير للكبير، يبقى كده واحد واثنين وثلاثة، ده كده الترتيب هو واحد واثنين وثلاثة، فيبقى ثلاثة ده تركيزه أكبر من اثنين، واثنين ده تركيزه أكبر من واحد. ليه؟ لأن طبعا أنا عندي واحد ده الخلية هي اللي شربت منه المية، والمية بتحب الملح الكتير، فيبقى كده الخلية تركيزها أعلى. الاثنين هنا في المحلول الثاني فضلت زي ما هي، يبقى كده مفيش حد أعلى من الثاني. طيب ثلاثة هو اللي خد المية من الخلية، وبالتالي كده تركيزه أعلى من الخلية، فيبقى الترتيب واحد اثنين ثلاثة تصاعد. طيب برضو في كلمة مهمة محتاجين إن احنا ناخد بالنا منها، في حاجة اسمها ضغط الامتلاء. إيه هو ضغط الامتلاء؟ لو أنا مثلا معايا خلية نباتية، ده كده الجدار بتاعها، وده كده مثلا الغشاء أهو، وبيكون جواها فجوة عصارية، دي كده الفجوة الإيه؟ العصارية اللي بيكون جواها محلول، ماشي. بعد كده أنا عندي لو نفترض إن هنا في ملح مثلا 5%، وهنا مثلا في 3%، المية بتحب ليه الملح الكتير، فالمية تدخل لجوه الخلية في الفجوة العصارية. طيب لما تدخل لجوه الخلية إيه اللي يحصل؟ الفجوة العصارية حجمها يكبر، فلما حجمها يكبر تضغط على الغشاء، فلما الغشاء يضغط إيه؟ لما هي تضغط على الغشاء تضغط على الجدار، فتسبب ضغط اسمه ضغط الامتلاء. ضغط الإيه؟ الامتلاء. يبقى خلي بالنا ما بين ضغط الامتلاء والضغط الاسموزي، والعلاقة عكسية ما بينهم، كل ما يزيد ضغط الامتلاء يقل الضغط الايه؟ الاسموزي. طيب انا عندي بقى خواص امتصاص الماء، هي الخاصية الايه؟ الاسموزية وخاصية التشرب. ايه الفرق ما بينهم ما بين الاسموزية؟ بص بقى، انا عندي الجدار بتاع الخلية دوت بيتكون من مواد غروية. مواد غروية زي مين؟ او الخلية النباتية عامة بيكون فيها مواد غروية زي مين؟ زي السليلوز. زي مين؟ زي البكتين. زي مين؟ زي بروتينات البروتوبلازم. بروتينات البروتوبلازم. طيب زي مين تاني؟ مين المواد الغروية؟ زي عند اللجنين، بس اللجنين دي خليها على جنب دلوقتي، مش محتاجها. مش محتاجها في امتصاص المية، اللجنين بس تبقى عارف ان هو مادة ايه؟ مادة غروية، لكن مش محتاجها معايا في الدرس ده. اللي بيحصل كلمة مواد غروية يعني مواد عاملة شبه المنديل كده، عارف انت لما تعرق وتقعد تنشف العرق بتاعك بالمنديل؟ طب هو ليه المنديل بينشف العرق؟ لأنه مادة غروية، بيشرب، بيتشرب. بيتشرب مين؟ بيتشرب العرق. طب مين المواد دي؟ سيلولوز وبكتين وبروتينات البروتوبلازم، دي كلها مواد غروية بتشرب الايه؟ بتشرب العرق. فأنا عندي دلوقتي لما يكون في دي كده شعيرة جذرية، الشعيرة الجذرية الجدار بتاعها بيتكون من خلايا، نركز هنا كده نقرب، ودي حبيبات التربة. نلاحظ كده إن الجدار بتاعها بيتكون من السلولوز، والسلولوز مادة غروية. فلما تلاقي المية بتمشي على الجدار، تمشي على الجدار كده اهوت من خلية للتانية، على الجدار على الجدار على الجدار، يبقى دي الخاصية اسمها خاصية إيه؟ التشرب. التشرب. لكن أنت عارف لما تلاقي المية تدخل لجوه الخلية كده، ومن خلية للتانية، خلية للتالتة، دي اسمها اسموزية، دي كده اسموزية. يبقى نميز ما بين الاسموزيه وما بين مين؟ وما بين التشرب. التشرب ده الميه بتمشي على الجدار. بتمشي على الجدار ليه؟ لان الجدار ده بيتكون ماده غرويه اسمها السليلوز، او جزيئات السليلوز ديت مالها؟ بتحب الميه، بتشرب الميه، وبالتالي اول ما تلاقي الميه ماشيه على الجدار يبقى ده كده تشرب. طب تدخل لجوه الخليه، تعدي من غشاء الخليه، ده اسمه اسموزيه. دي اسمها ايه؟ اسموزيه. طيب عشان خاطر اقدر احافظ على قوه الايه؟ على قوه الاسموزيه، تفتكر مين الخلايا اللي هتكون اعلى في التركيز؟ الخلية مثلا دي هقول عليها دي واحد، ودي اتنين، ودي مثلا تلاتة، والشعير الجذرية اربعة، وحبيبات التربة هقول عليها خمسة. رتب لي كده التركيز، او رتب لي الضغط الاسموزي. بص كده، الشعير الجذرية بتمتص المية من التربة، وبعد كده الخلية التلاتة دهيت بتمتص المية من خلية اربعة، والخلية اتنين بتمتص المية من خلية تلاتة، والخلية واحد بتمتص المية من خلية اتنين. وبالتالي كده مين اللي هيكون اعلى في الضغط الاسموزي؟ واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه ولا خمسه؟ لا طبعا اعلى في الضغط الاسموزي اللي هو واحد. طب اللي بعد كده هيكون مين؟ اتنين، بعد كده يكون تلاته، بعد كده يكون اربعه. طب في سؤال حلو قوي يقول لك مين اعلى او مين اقل خلايا الجدر ضغط اسموزي؟ اقل خلايا الجدر في الضغط الاسموزي هي الشعيره الجذريه. يبقى الشعيره الجذريه هي ضغطها الاسموزي، خلي بالك بقى من ضمن الملائمه الوظيفيه ان يكون الضغط الاسموزي بتاعها عالي، بس هي اقل خلايا الجدر، اقل خلايا الجدر في الضغط الايه؟ الضغط
الاسموزي. تمام، يبقى اقل خلايا الضغط، اقل خلايا الجدر في الضغط الاسموزي، الضغط الاسموزي بتاعها بيكون قليل. ليه؟ علشان خاطر الخليه اللي جنبها هي اللي هتسحب منها الميه، واللي جنبها تسحب منها الميه، واللي جنبها تسحب منها الميه. طيب بس ضغط الاسموزي بيكون عالي مقارنه بمين؟ الشعيره، بالتربه، بحبيبات التربه. عشان كده نرجع بقى نعدل المعلومه كده، نعدل المعلومه حلوه جدا. يقول لك ايه؟ تحتوي الشعيره الجذريه على فجوه عصاريه كبيره الحجم، ويكون كمان تركيزها عالي. بس خلي بالك بقى، تركيزها عالي مقارنه بمين؟ بحبيبات التربه، بالتربه نفسها، مقارنه بالايه؟ بحبيبات التربه. فدلوقتي لو هنيجي نرتب الترتيب تاني اهوت بتاع التركيز، انا عندي الخليه دهيت التركيز هيكون، الخليه دي تركيزها يكون اكبر من الخليه دي، ودي يكون تركيزها اكبر من الخليه دي، ودي يكون تركيزها اكبر من الخليه دي، وهكذا، عشان اقدر احافظ على حركه الميه بالخاصيه الاسموزيه. طيب كده عرفنا دلوقتي ان انا عندي خاصيه اسموزيه وخاصيه التشرب. طب الانتشار؟ لا، انا عشان ما لخبطكش نركن الانتشار على جنب ده دلوقتي. يعني الانتشار هو بس كل الحكايه ان هو يقول لك ان لو معايا مثلا هنا خلية فيها 90% مية، وخلية مثلا فيها 70% مية، المية بتنتقل منين؟ من 90 لـ70. فهي أصلا الأسموزية صورة خاصة من صور الانتشار، صورة خاصة من صور الانتشار. فالانتشار فيه شوية لخبطة كده، هنخليهم على جنب، نركنه خليه في الأملاح. طيب ندخل بقى بعد كده الخاصية، ندخل على النفاذية. هي النفاذية مش آلية أنا بقدر أمتص بيها المية، وأنا بوصف لك شوية حاجات. أنا النفاذية عندي بوصف لك مين بيقدر يعدي مية، مين ما يقدرش يعدي ميه، مين بيعدي نص نص. فانا دلوقتي هقسم لك النفاذيه لثلاث اقسام. اول قسم هقول لك ان في عندي حاجات بتكون منفذه، منفذ، وفي بيكون شبه منفذ، وفي بيكون غير منفذ. مين اللي بيكون منفذ؟ المنفذ اللي هو جدار الخليه، جدار الخلوي. الجدار الخلوي ده لو جيت تركز كده، دي كده خلية نباتية هي، بيكون عنده جدار مثقب مخروم. ليه بقى مخروم؟ لأن المواد بتقدر إن هي تدخل وتخرج عادي خالص، وبالتالي بقول عليه ماله؟ بقول عليه منفذ. يبقى الجدران الخلوية بتكون منفذة، بس بشرط. دي الجدران بتتكون من إيه؟ من السليلوز بس، سليلوز بشكل أساسي، وبتكون مثقبة وتقدر إن هي تعدي المواد، تعدي مثلا الأملاح، وكمان بتعدي الماء. طيب اما لو ندخل بقى على حته الايه، الشبه المنفذ، مين بقى اللي بيكون شبه منفذ؟ الغشاء البلازمي. ده كده تركيب الايه، الغشاء البلازمي بيكون شبه منفذ، يعني بيعدي الحاجات الصغيره وما يعديش الحاجات الكبيره، وبالتالي لو في ماء الميه تعدي. انما مثلا لو في نشويات، نشويات يعني النشا الكبير ده، الجزيئات الكبيره تعدي؟ لا ما تعديش. املاح صغيره زي مثلا المغنيسيوم يعديها، الصوديوم يعديها، لكن حاجات كبيره ما تعديش. وبالتالي لو انا مثلا معايا نبات اهوت كده، نبات ودي ورقه، الورقه دي بعد فتره مثلا هيحصل لها ايه؟ هتبدا ان هي تتساقط. طيب لما الورقه دي تتساقط بتبتدي انها، يعني الورقه دي خلاص هتتساقط، فتبتدي انها تتحلل في التربه. طيب هي كان بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها نشا. طب النبات ده بيقدر ان هو يستفاد من النشا اللي فيها؟ لا ما يقدرش يستفاد. ليه؟ لان الشعيرة الجذريه بيكون عندها غشاء، الغشاء ده بيمنع دخول مين؟ بيمنع دخول المواد الكبيرة. ليه؟ لأنه بيكون شبه منفذ، يعدي الحاجات الصغيرة وما يعديش الحاجات الكبيرة. طيب يبقى الغشاء كده بيكون شبه منفذ، وبيتميز بخاصية اسمها النفاذية الاختيارية، هنشرحها في الأملاح إن شاء الله. طب مين بقى المواد اللي بتكون غير منفذة؟ بقول عليه غير منفذ، عندي الجدار بتاع الخلية لو اترسب عليه بعض المواد، بعض المواد زي مين؟ زي عندي الكيوتين. الكيوتين ده اللي بيترسب عليه على سطح البشرة العليا أهوت، ده كده كيوتين أهو، وعلى سطح البشرة السفلية طبعا ما عدا فتحات اسمها الصغور، يعني دي كده اسمها الصغور. يبقى الكيوتين ماله؟ غير منفذ. كمان بيكون عندي خلايا اسمها خلايا فيلينية. خلايا ايه؟ فيلينية. الخلايا الفيلينية دهيت بيترسب فيها مادة اسمها سيوبرين. السيوبرين ده بيكون ماله؟ غير منفذ. شايف انت القشرة اللي بره دهيت؟ القشرة اللي بره دهيت اسمها خلايا فيلينية، خلايا ميتة. ليه ميتة؟ لأن بيترسب عليها سيوبرين، السيوبرين ده بيكون غير منفذ للمية. طيب عندي كمان اللجنين، ده كده اللجنين اهوت اللي بيكون مترسب في الأوعية بتاعة أوعية الخشب، يبقى المادة التالتة معايا مين؟ اللجنين.
يبقى انا عندي كيوتين ولجنين وسيوبرين. ده شكل اللجنين اهو بيترسب على السطح الداخلي، وبياخد اكتر من شكل طبعا على السطح الداخلي لنوعية الخشب، نوعية الخشب. يعني انا معايا 3 مواد بتكون غير منفذة للمية، كيوتين وسيوبرين ولجنين، غير منفذة لأي المواد عامة، المية وغير المية. طيب السيوبرين ده بيكون موجود في كل أنواع النباتات؟ لا، بيكون موجود في الصقار الخشبية المعمرة. دي معلومة محتاجين إن إحنا ناخد بالنا منها. بص، أنا عندي في صقان تبقى صقان عشبية، صقان عشبية. مين الصقان العشبية؟ مين أصلا النباتات العشبية؟ زي مثلا البقدونس، زي مثلا البرسيم، زي مثلا الفول، الذرة، دي كلها نباتات عشبية بيكون عندها صقان عشبية. وفي صقان تانية عندي صقان خشبية. الصقان الخشبية ده هي زي مثلا الفيكس، الصقان اللي بتبقى زي الفيكس وشجر الليمون والبرتقال، الأشجار اللي بتكون معمرة، أشجار معمرة زي اللي موجودة عندي في الشكل ده كده، ده هو ساق بتاع شجرة، ايه، شجرة معمرة. الصقان الخشبية بتحتوي على خلايا، بص هنا كده، بتحتوي على حاجة من بره كده اسمها خلايا فلينية، اهي دي كده شكل الخلايا الفلينية اهي. الخلايا الفلينية دي بيترسب فيها مادة مين؟ مادة السيوبرين. يبقى لما اجي اقول لك ان الخلايا الفلينية بتكون موجودة في جميع انواع النباتات، لا، هتقول لي في الخشبية بس. انما الصقان العشبية ده هي، يعني مثلا لو معايا ساق زي ساق البقدونس، البرسيم، كل الكلام ده كله، تلاقي الساق اهوت، لو جيت تكبر الحته اللي جواه ده، هي تبدا ان انت تكبرها، وهي عباره عن خلايا برانشيميه. ماشي، خلايا البرانشيميه ديت بيكون موجود فيها الكلوروفيل، بيكون فينا كده كلوروفيل، فالنسيج ده بقول عليه اسمه كلورانشيمي، نسيج كلورانشيمي. يبقى انا دلوقتي معايا حاجه موجوده في الصقان العشبيه مش موجوده في الصقان الخشبيه، وحاجة موجودة في الصقان الخشبية مش موجودة في الصقان العشبية. مين اللي بيكون موجود في الصقان العشبية؟ هو نسيج الكلورانشيم. طب مين اللي بيكون موجود في الصقان الخشبية مش موجود في الصقان العشبية؟ هو الخلايا الفلينية، الخلايا الفلينية اللي بيكون جواها مين؟ السيوبرين. طيب ندخل بعد كده على المغذيات. بيقول لك المغذيات هي المواد اللي بيحتاجها الكائن الحي من أجل الحصول على الطاقة والمواد البنائية والتحكم في العمليات الحيوية. تتكون الجزيئات الحيوية الموجودة داخل خلايا جميع الكائنات الحية على الأرض من 3 عناصر رئيسية. في 3 عناصر عندي رئيسية، هم مين؟ الكربون والهيدروجين والأكسجين. كربون، هيدروجين، أكسجين، دول عناصر أساسية. وبعد كده بيكون عندي مغذيات كبرى وعددهم 7، ومغذيات صغرى وعددهم 8، أو بنقول عليهم العناصر النادرة، العناصر النادرة يعني. طيب المغذيات الكبرى اللي عددهم 7، أنا هتحفظ السبعة دول، واي حاجه تانية مش موجوده في السبعه تبقى تبع المغذيات الايه؟ الصغرى. مين المغذيات الكبرى؟ موجودين في كلمه اسمها مفك بحنك. مفك بايه؟ مفك بحنك، يعني مفك بحنك. طيب عدهم لي كده او قولهم لي. الميم ده هوت هيبقى المغنيسيوم، والفي هتبقى الفوسفور، والكاف هتبقى الكالسيوم، والبي هتبقى البوتاسيوم، والحاء هتبقى الحديد، والنون هتبقى النيتروجين، والكاف هتبقى الكبريت. دول هم السبعة. إنما المغذيات الصغرى أي حاجة مش موجودة في السبعة دول، كلور، برون، يود، مولبدينوم، خرسين نحاس، ألمونيوم، كل دي من المغذيات الإيه؟ الصغرى. بيقول لك الفرق ما بين المغذيات الكبرى والمغذيات الصغرى هو إن النبات بيحتاج إلى المغذيات الكبرى بكميات كبيرة، وبيحتاج إلى كميات قليلة جدا من المغذيات الإيه؟ صورة. شكرا على المعلومة الجميلة. هي أصلا اسمها المغذيات كبرى علشان النبات بيحتاج لها بكمية كبيرة، إنما المغذيات الصغرى عشان النبات بيحتاج لها بكمية قليلة. طيب وكمان برضو المغذيات الكبرى وظيفتها بتكون مهمة، ليها دور كبير، لكن المغذيات الصغرى بيكون ليها دور صغير مش دور كبير. فعلى سبيل المثال، أول دور معايا أنا عندي النيتروجين، ده هو أحد المكونات الأساسية للأحماض الأمينية التي ترتبط معا لتكوين البروتينات. انا دلوقتي عندي نبات مثلا زي نبات الايه؟ الفول. الفول الحراتي اللي احنا بناكله ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين. طب النبات اصلا بيعمل بناء ضوئي، بيطلع لي جلوكوز. طب امال الفول البروتين ده اصلا جه منين؟ جه عن طريق ان النبات بيمتص من التربه مين؟ نيتروجين. النيتروجين ده بيدخل يكون لي الاحماض الامينيه، بيدخل يستخدم الجلوكوز، بستخدم الجلوكوز ده واكون بيه احماض امينيه علشان اكون الايه؟
البروتين. علشان كده الناس اللي بتزرع مثلا حاجه زي الفول وكده يقول لك ينصح الايه المزارعين اللي بيزرعوا الفول ان هم يسمدوا اسمده نيتروجينيه. دي اسمده نيتروجينيه عشان خاطر النبات يقدر يصنع البروتين زي اللي هو الفول يعني اللي احنا ايه بناكله بعد كده. طيب عندي المغنيسيوم هو احد مكونات الكلوروفيل. هو الكلوروفيل عندي بيتكون من ايه؟ بيتكون من سي 55 اتش 72 او 5 ان 4 ام جي. طيب انا عندي كام عنصر، كام عنصر من المغذيات الكبرى؟ بص بقى دول كده من المغذيات الاساسيه اللي هو سي 55 اتش 72 او 5، دي كده اصلا العناصر الاساسيه. طيب النيتروجين انا معايا اربع عناصر نيتروجين ومعايا عنصر مغنيسيوم، يبقى انا كده من المغذيات الكبرى في الكلوروفيل انا خدت خمس عناصر من نيتروجين ومغنيسيوم. طيب من ضمن الوظائف بتاعتها برضو ان انا عندي الفوسفور بيدخل في تكوين المركبات الناقله للطاقه. مين المركبات الناقله للطاقه؟ اللي هي الاي تي بي. والاي تي بي ده عباره عن ايه؟ عباره عن ادينوزين ثلاثي الفوسفات، يعني ثلاث مجموعات فوسفات. بيتكون ازاي؟ عن طريق ان انا بجيب الاي دي بي بربطه بمجموعه فوسفات فيديني اي تي بي في عمليه اسمها عمليه الفسفره الضوئيه. طيب الحديد هو احد العوامل المساعده للبروتينات التي تشارك في عمليه التنفس الخلوي والبناء الضوئي. يبقى انا دلوقتي بكون العوامل المساعده للبروتينات. مين العوامل المساعده؟ اللي هي الانزيمات يا جماعه. طيب هيحصل ايه لو قلت العناصر دي؟ نقص هذه العناصر سيؤدي الى ضعف النمو النبات وذبوله وموته في النهايه. وخلي بالك هيسبب حاجه اسمها الاختلال في النمو الخضري. يعني لو جبت لك نبات كده لونه مش اخضر، لا لا ده دبلان كده ولونه اصفر، يبقى ايه السبب اللي بيخليه دبلان ولونه اصفر كده؟ هتقول لي ان ده عنده اختلال في النمو الخضري. طب ايه سبب الاختلال في النمو الخضري؟ هو نقص المغذيات الكبرى. يبقى نقص المغذيات الكبرى هيؤدي الى ضعف النمو النبات وذبوله وموته في النهايه، وسبب طبعا الاول الاختلال في النمو ايه الخضري. طب دور المغذيات الصغرى ايه؟ المغذيات الصغرى بتعمل معظم المغذيات الصغرى باعتبارها عوامل مساعده، يعني بتشتغل زي منشطات في التفاعلات الايه الانزيميه، منشطات التفاعلات الانزيميه. طيب ازاي او عندي النبات بيقدر ان هو يمتص الاملاح؟ عن طريق خاصيتين، خاصية الانتشار وخاصية النفاذية، لا خاصية النقل النشط. الانتشار والنقل النشط. أمال إيه موضوع النفاذية الاختيارية ده؟ هي النفاذية الاختيارية مش خاصية، هي نقدر نعتبرها إن هي حاجة بنوصف بيها حالة الغشاء، حالة اسمها حالة النفاذية الاختيارية. يبقى أنا عندي خاصيتين أساسيتين، انتشار ونقل النشط. طب تعال نشرح الانتشار. الانتشار هو عبارة عن انتقال الجزيئات من منطقة عالية التركيز إلى منطقة منخفضة التركيز. بص كده دي حبيبات أهي، التركيز ماله؟ التركيز عالي. طب هنا حبيبات، التركيز ماله؟ قليل. يعني مثلا نفترض إن أنا معايا هنا 20 وهنا معايا مثلا 4، مين اللي يدي التاني؟ ال 20 تدي ال 4. لو مثلا معايا عنصرين، ده كده عنصر أهوت موجود في التربة. طيب معايا عنصر تاني أو نفس العنصر بس موجود كده في النبات. النبات عايز يمتصه، هيمتص من الكبير للصغير، يبقى الخاصية دي اسمها ايه؟ انتشار. يبقى الكبير يدي للصغير، تمام؟ لو جيت تبص هنا كده، بص التركيز معايا، أو دي كده أيون الكالسيوم مثلا، أهو الكالسيوم موجود في التربة كتير، فبيدخل وطبعا موجود في النبات بكمية قليلة، فبيدخل بخاصية اسمها خاصية الايه؟ الانتشار. مفهوش كلام كتير. الانتشار هو الانتقال، انتقال الذبات من منطقة عالية التركيز إلى منطقة منخفضة التركيز. طيب من صور الانتشار بيكون في حاجة اسمها تبادل كاتيونات. يعني ايه تبادل كاتيونات؟ أنا عندي الملح، ملح الطعام مثلا، بيكون عبارة عن NaCl، كلوريد اللي هي كلوريد الصوديوم. طيب أنا بعد كده لما أمسك الملح ده بكسره بيديني مثلا Na ده موجب، وبيديني Cl ده بيكون سالب. الحاجات الموجبة دهيت، الأيونات الموجبة دهيت بقول عليها كاتيونات، إنما السالبة دهيت بقول عليها أنيونات. طيب ساعات بقى بيحصل تبدل للكاتيونات، بمعنى مثلا بيكون معايا كده خليه جواها ونفترض صوديوم وبراها بوتاسيوم او العكس، تمام؟ بيحصل بقى تبادل عن طريق ان هي بتاخد الصوديوم ده تخرجه بره
تاخد البوتاسيوم ده تدخله جوه، بس بشرط الاتنين بيحملوا نفس الشحنة، الاتنين بيكون عندهم نفس الشحنة، ده موجب وده موجب، ده سالب أو ده سالب. فالتبادل ده اسمه التبادل إيه؟ الأيوني بالتحديد، يعني منتشر جدا في الكاتيونات، بنقول عليها تبادل كاتيونات. أطلع مثلا البوتاسيوم أدخل مكانه صوديوم، ده موجب وده موجب. طيب إيه موضوع بقى النفاذية الاختيارية؟ إحنا قلنا إن الغشاء بيكون ماله؟ بيكون شبه منفذ. يعني ايه شبه منفذ؟ يعني بيعدي حاجات صغيره وما يعديش الحاجات الكبيره. والغشاء كمان خلي بالك بقى، الغشاء مش الجدار، لان كنت جايب سؤال وفي ناس كتير وقعت فيه. اللي بيتميز بالنفاذيه الاختياريه هي الغشاء، هو الغشاء مش الجدار. طيب ايه اللي بيحصل؟ بيكون للغشاء نفاذيه اختياريه، اذ يتمكن من التحكم في المواد التي تمر عبره. يقدر ان هو مثلا، ونفترض انا في بره الخليه معايا كلور كتير، كلور كتير، كلور كتير، كلور كتير. طيب وجوه اصلا الكلور ده من المغذيات الصغرى اللي بحتاج ليه بكميه قليله، فانا جوه واحد ايه يعني جوه كلور واحد بس. طب هل يا ترى كده طالما بره كتير يبقى كل اللي بره يدخل؟ لا، مش معنى كده ان كل اللي بره يدخل. ليه؟ لان في غشاء اسمه غشاء شبه منفذ، بيتميز بخاصيه اسمها خاصيه النفاذيه الاختياريه، بيمنع دخول الحاجات دي، بيمنع دخول اي حاجه بره كتير. بس خلي بالك هو بيمنع دخول مش بمزاجه بس، او على حسب حاجه الخليه. على حسب ايه؟ حاجه الخليه. والله لو الخليه محتاجاه هيدخل، مش محتاجاه مش هيدخل، يعني بتختار اللي هي عايزاه. عشان كده بقول عليه النفاذيه الاختياريه. طيب ندخل بعد كده على النقل النشط. النقل النشط هو بيكون عكس الانتشار، بمعنى ان انا لو معايا مثلا دي كده خليه اهيت، ونفترض ان بره بيكون في 1 2 3 4 5 6، 6 ايه؟ 6 مثلا مغنيسيوم، وجوه مثلا في 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني مثلا 20 مغنيسيوم. ومع ذلك النبات بيكون محتاج ياخد من الستة يحط على 20. يا راجل ازاي؟ ده المفروض ال 20 هي اللي تدي الستة. لا، قال لك انا عايز من الستة برضه. يا عم ده الستة القليلين. لا ما ينفعش. طب انت لازم تمشي حالك بقى عشان خاطر نمشي لك الموضوع ده. يقول لك انا لازم خلاص، طالما كده الحاجة دي اسمها ضد التدرج في التركيز، ضد التدرج في التركيز، يعني ضد القانون. فبحتاج ايه؟ بحتاج رشوة. رشوة يعني ايه؟ يعني بحتاج اي تي بي. بحتاج مين؟ اي تي بي. يبقى النقل النشط هو عبارة عن انتقال المغذيات او الاملاح مع التدرج، ولا ضد التدرج؟ لا، بيكون ضد التدرج. طيب بيحتاج ايه؟ بيحتاج الى اي تي بي. طب هو مين اللي بيوفر الاي تي بي؟ الميتوكوندريا. الميتوكوندريا. طيب هي الميتوكوندريا دي بتجيب الاي تي بي ازاي؟ عن طريق انها بتعمل اكسده للجلوكوز. للجلوكوز، نخلي بالنا عشان في سؤال جه في السنين اللي قبل كده، سؤال تجريبي يقول لك ايه اللي هيحصل لو مفيش سكر جوه الخليه بالنسبه للنقل النشط؟ ايه السكر اللي هو الجلوكوز؟ هي الخلية ايه علاقة الجلوكوز او السكر بالنقل النشط؟ هتقول لي ان الميتوكوندريا بتستخدم الجلوكوز ده علشان تعمل له عملية اسمها اكسدة. لما تعمل له اكسدة بتطلع لي مين؟ الاي تي بي. فالاي تي بي طبعا تروح تاخد تستخدمه في عملية الايه؟ النقل النشط. يبقى لو مفيش سكر في الخلية، يعني مفيش جلوكوز، فبالتالي كده الميتوكوندريا مش هتقدر ان هي تطلع اي تي بي، فيقل معدل الايه؟ النقل النشط. يقل معدل النقل الايه؟ النشط. يبقى كده العنصر المهم بالنسبه للنقل النشط هو، او العضي المهم بالنسبه للنقل النشط هو الميتوكوندريا. طيب مين العنصر المهم؟ هو الاي تي بي. طب مين اللي بيدخل في تكوين الاي تي بي؟ هو الفوسفور. يبقى من المغذيات الكبرى اللي بيكون ليه دور، من المغذيات الكبرى اللي بيكون ليه دور في النقل النشط هو الفوسفور. طب العضيات؟ الميتوكوندريا. طب الميتوكوندريا بتحتاج ايه؟ بتحتاج جلوكوز، تمام، عشان خاطر تعمل نقل نشط. طيب مشهور جدا بيقول لك النقل النشط هي عملية تتطلب طاقة تمكن الجسيمات من الانتقال عبر الغشاء البلازمي من منطقة منخفضة التركيز إلى منطقة عالية التركيز، يعني بيكون ضد التدرج. ضد ليه؟ التدرج. فبص كده، في طحلب اسمه طحلب النيتلة. اللي باللون الأحمر ده تركيز العناصر جوه طحلب النيتلة، التركيز عالي، ومع ذلك طحلب النيتلة بياخد من الوسط المحيط، يعني بيروح ياخد المواد او المغذيات دي من الوسط المحيط. فتلاقي بص، من الصغير يدي الكبير، او من الصغير يدي الكبير، الصغير يدي الكبير. طبعا كل ده بيحصل بعمليه مين؟ عمليه النقل النشط.
بيحتاج لإيه؟ بيحتاج إلى ATP. طيب مين اللي بيوفر الـ ATP؟ الميتوكوندريا أهي. طب الميتوكوندريا عشان تجيب ATP بتعمل إيه؟ بتعمل أكسدة للجلوكوز. وبكده نبقى خلصنا أفكار الدرس الأول كله بالنسبة للتغذية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.